الرائديين فقد تحدثوا عن هذه المباراة، وليد الجزاني وعبد المجيد الرويلي كان لهم حديث أثناء تدريبات الرائد. والله يمكن اشوف انا ما اقدر اعلن عندنا مدرب باي احد انه ما راح تحقق اي فوز لحد الان، يعني برغم انه نمتلك صراحه نجوم واسماء كبيره، يمكن اغلب الجماهير الرياضيه تستغرب من استعدادات هذا الموسم وما قدرنا نفوز مباراه واحده، لكن ان شاء الله لسه ما بقى شيء. يمكن الخلل كان المدرب وراه؟ والله احنا ما نقول انه المدرب، يمكن يعني اي مباراه تلعب فيها يعني يا تفوز يا تتعادل يا تخسر، او اي فريق احنا داخلين كل المباريات يعني لابد يعني ناخذ بالاسباب، يعني لابد في خلل كابتن والله. انا ما اقول لك يمكن في خلل واحد، يمكن اغلب يمكن اقول لك يمكن كان في خلل كبير، يمكن كان على المدرب في نفسيه اللعيبه، في امور يعني داخل النادي ما اقدر اروح فيها، لكن تقريبا لا انا اقول لك يمكن ما اقدر اروح فيه، يمكن لا، لكن انا يعني امور ماديه يعني للاعبين ممكن في امور ماديه للاعبين ممكن، لكن انا بتكلم من داخل الملعب، داخل الملعب ممكن مباريات يمكن اغلب المباريات اللي خسرناها ممكن، لكن ضمن اللعيبه المحترفين يمكن لازم نفرق هذا الشيء، يمكن نخلي اشياء ونلعب ندافع عن اسامينا داخل الملعب، يمكن اغلب المباريات اللي لعبناها يعني بصراحه ما قدمنا مستوى ولا نستاهل يمكن نفوز عشان كذا، ولكن برانا شغل اكبر ونجتهد اكبر. انا ما اقول لك انه يعني راح لسه ما راح شيء، يعني ما راح شيء كثير، ما راح شيء لو حسبناه ما راح شيء، بدينا ان شاء الله نحصل على طموحاتنا ونتقدم في الدوري ان شاء الله، يعني اتمنى تكون بدايه يعني المباراه الجايه. صحيح زي ما قلت يعني مو طموح الرائد انه يعني نحصل نقطه من 6 مباريات، لكن ما ادري ايش اللي حصل، ما انسجمنا مع بعض، فريق جديد يعني اغلب اللعيبه يمكن 7 لعيبه لعبوا اساسيين كلهم جدد السنه هذه جو، لكن ان شاء الله بدا الفريق يتاقلم، المدرب الجاي يعني يمكن عمار سويح كابتن معروف يعني غني عن التعريف، ان شاء الله يقدر يعني مع اللاعبين الموجودين والاداره ان شاء الله تكاتف نحقق المامون ان شاء الله. وعن مدرب جوميز؟ والله خلاص المدرب راح تعرف لا يعني في بعض اللاعبين اشتكوا على الاداره بانهم عدم تحدثوا مع الاداره بعدم ارتياحهم مع المدرب، هي احد الاسباب في المستوى الهزيل الذي يقدمه الرائد؟ والله يمكن ما تاقلمنا مع المدرب، يمكن مدرب جيد لكن ما تاقلمنا منه.